المقاصة بقى العكس، المقاصة بيحتاج 16 و9 من 10 فرصة عشان يسجل هدف، يعني وهو الأضعف في بطولة الدوري. ده بيعكس برضه الناس تقول ليه المقاصة الأخير، عشان المقاصة محتاج يروح للجول 17 مرة عشان يسجل عشان يجيب جول واحد. ده معدل صعب يعني جدا باختصار يا جماعه، هو يعني المقاصه محتاج يروح 17 مره عشان يسجل جول. اوكي، فدي مشكله كبيره. المقاصه جزء صناعه اللعب وجزء المهاجمين عنده بالتاكيد عندهم مشاكل، وده احد الاسباب الرئيسيه لهبوط المقاصه. المقاصه في 17 مباراه مسجل 8 اهداف بمعدل نصف هدف في المباراه، والمعدل الاسوا مش الدوري ده بس، ده معدل اسوا تاريخيا. من كتر ما هو سيء، هو مش مشكله مهاجمين، هو مشكله الفريق كله اعتقد، مشكله المنظومه كله. ما بيضاب انا بضاهر مش مختلفين، بس في النهايه عشان اخد النقط احقق نقط اعمل ايه؟ اسجل اجوان. ايوه طبعا، بس كره يعني بنظر عمليه بحته بقى يعني. لا حلو، لعب وحش دي قصه ثانيه. يماني ايه الظاهره اللي نخش على بعد كده؟ التمريرات طبعا دي مش محتاجه يعني. ايهاب جلال لما كان ماسك بيراميدز وتركيز جونياس، المدربين بيعتمدوا على الاستحواذ. 638 معدل التمريرات لبيراميدز هو الاعلى طبعا في الدوري العام. المراوغات يمكن نجيب كان اتكلم في نقطه المراوغات دي، كنا بنتكلم حتى بندردش امبارح سموحه، ممكن حتى هو يخش في الحته دي. احرف فريق في الدوري، احرف فريق أحرف في الدوري سموحه بينزلوا الماتش كده 18 دريبل في الجيم. نتكلم على اول 17 مباراه اللي هم الدور الاول اللي بالزبط. طبعا كان بياخدهم فيه كابتن احمد سامي. هل تتوقع ان الرقم ده كابتن باسيوني اخر مباراه بس اللي كانت بيراميدز كانت مباراه 18 اعتقد؟ لا مباراه 18 كانت من يومين مع الاتحاد، اللي اول مباراه في الدور الثاني. اثنين باسيوني، كابتن باسيوني اثنين، واحده ايوه اثنين، واحده في اول مباراه في الدور الثاني، اخر واحده في الدور الاول. بس هنقول ان المعظم الرقم ده رقم اللي هو رقم المراوغات ده هيخص كابتن احمد سامي. والحقيقه المراوغات بالظبط، والحقيقه المراوغات تخص اللاعبين اكتر ما تخص الكوتش. يعني تخص لاعبين بكواليتي مين بقى؟ حسين فيصل، عبد الكبير الوادي، صديق اوجولا الراجل النيجيري الافريقي، لعيب عبد الكبير الوادي لعيب كبير جدا 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 حقيقه، يعني فرق كتير قوي مع سموحه. وطول الوقت سموحه بيعمل ده. السنه اللي فاتت كان عندهم مصاف احمد عبد القادر اكثر مراوغه في الدوري، السنه دي عندهم دايما عندهم لعيب دايما في 2 3 حريفه بيقودوا الفريق. مصطفى فتحي هو الفرقه مع كابتن احمد سامي كانت بتعتمد على تمريرات مباشره من الدفاع للهجوم. اللاعب اللي في الجزء الهجومي كره بتجيله بيتصرف بحل فردي، فعلشان كده الحلول الفرديه عند سموحه عاليه وارقامها واضحه ومسمعه.